اجي. السلام عليكم حبايبنا، اش اخباركم؟ لاباس عليكم؟ تتمناكم دائما تكونوا بخير وعلى خير كما العاده، ولهلا خطاكم علينا والله يكبر بكم. وشكرا بزاف على الكومونتيرات ديالكم. بغيت نشارك معكم هذا الفلوغ ان شاء الله باذن الله الى كتب. بغيت ان شاء الله نجمع خوتي ووالديا طبعا ونديروا شي نهير ديزو الكلام، وبغيت ان شاء الله الى كمل هاد النار على خير. باقي الله كان واختاريت من خوتي اشرف. اشرف عندنا الوحيد اللي تبارك الله عليه، ما شاء الله عليه، الا مشى شي بلاصه تيعرف يتشطى، تيعرف شي حاجه اللي مليحه، شي حاجه اللي مزيانه. عنده الصحاب، عنده المعرفه، دائما تنعولوا عليه في هذه القضيه هذه. ما علينا، دابا ان شاء الله باذن الله اختاريت اشريفه هاد النهار هذا غيدوز معايا هاد النهار، وباش ما كاين ان شاء الله باذن الله غادي نبارطاجي معكم اي حاجه وقعت، ونتمنوا خير يا ربي. يلا خطاكم علينا وبزوات ليكم وخليكم معايا. شو شو صوفيا اشرف عجبته هادي، شو شحال صغيره تبارك الله. دابا هادي في العيد ان شاء الله عاد باش غادي يبيعوها. قداش تكون في العيد؟ شو شحال دابا صغيره اشرف عجبته، صغيره زوينه شو تبارك الله. هذا تبارك الله. وفي العلف انت كتعلف مزيان. هذا صناع حليب دابا؟ لا هذا حليب دابا. اه وصلت هنايا يعني. صناع الحليب باقي صناع الحليب. اه صناع الحليب ما شاء الله. هذا خو الله اكبر. وين هذاك اللي باع؟ وين هذاك اللي سمع؟ هذاك اللي فيه غير الصوني تقول لي. اه هو تقادع. شحال هذي ما باع باع؟ علاش غيباع باع هو معقول؟ كيهضر معاهم في الودن. صافي انت تيجي تصرف على تحطو في جورنال. نعم اخويا هشام. والله عندك حاضر يبات لي الله يحفظك. ما شاء الله ياك لا زوين. ايه بغا يكون مكتب لنا هذا يا ربي خير ان شاء الله. عندي بقرات دار خير لله تبارك الله. عنده المليح ما شاء الله، هادشي اللي كيبغي عزيزنا بدر. شو 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 باقي لهم شراين تبارك الله. فيك اشرف كاين هذاك دابا كاين شو تبارك الله. شو هذا شو هذا كي تيشوف فينا هذا راه فات السداسي هذا. لا ولكن بلاتي انا ذاك اللي قال لي اسمع الحليب. شنو هما اللي قال لي اسمع الحليب؟ هذا هذا اسمع الحليب. هذا باقي سنان الحليب. لا لا تبارك الله. هذا سنان الحليب. هذا اللي جالس سنان الحليب. الله اكبر. خلعني والله الا خلعني الله. الله اكبر. قال لي نص قاعد. هذا سنان الحليب. هو احنا وريناكم الخرفان قبل العيد. اخيرا جبنا الحول ديالنا. هاي 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 يا هبط يا خويا هبط. هذا كيزلق مسكين. مزيانة مكاينش طونوبيلات تما. دابا خوتي كنتسناو ان شاء الله مول الفطور نجيب الدار والخوت، داك الساعه ندخلوه ندخلوه لعندهم نشوفوا ردة الفعل ديالهم كي تكون.
بقى لحول هنايا كاين الماء تما. ايوا اشرف علاش كتغمزني صالو راجلك حداك؟ ايوا اخي الله حرام خويا حمزه انا ما كنفهمكش راه مزيان في المرتفع ما عرفتش قال لك استحي الا كنتي في الغريب. السلام عليكم خوتي وتبارك الله عليكم. كيف ما كتشوفوا دائما كنجيبوا الجديد ودائما كنجيبوا شي حاجه زوينه. انا كنت غابر عليكم من ما كنت في الخدمه دابا عاد خونجي دابا ان شاء الله باذن الله لابد نوصل لكم هذا واحد الفيديو اللي هو فريمون غيكون صعيب وعرفت لي كومونتير غيكونوا شويه صعب ولكن حنا دايرين الاحتياط ديالنا ب 1000 درجه ودرجه واللي لعبه معنا هذه اللعبه هذه هي نعيمه نعيمه الغزاله ديال الدار ديالنا دايره معنا هذا الكونسيبت هذا. انا غادي نحاول في ساره غتصل بالوالده وغادي تقول لها على انه راه اشرف وحمزه قياس الخير بنات فين ضاربين زبطين بونيفيا بونيفيا اللي ليها ليها ليها. الوغ اخوتي اللي بغيت نقول لكم داك الساعه غادي حنا دابا بغينا انا وساره بشي طريقه باش نجيب الوالده والوليد هنايا واللي داخل معنا في اللعبه هي نعيمه اللي غتحاول تقول لهم لا وكذا وش تمشيات. المهم غترطب الصوت باش ما تخليش القضيه تكون فيها طاهيه. هاد لا سيتياسيون غادي نحاولوا نعيطوا للدار وخليكم معنا ان شاء الله من بعد ما غندوزوا لابيل حداكم وغادي تشوفوا معنا شنو ردة الفعل ديال الوليد والوليده. خير نوري كنقول لكم السلام عليكم الحوا ديالنا وصافي الله يتهلا ايام مباركه ان شاء الله علينا وعلى المستمعين العاميين ان شاء الله باش ما تمنيتو وسيدي اشرف راه طاح في المقله اليوم فوق دام زول فوق شويه. المهم اخوتي راه تفوتوا على اساس الدنيا ما تفرجتش ان شاء الله الرحمن الرحيم وغادي ان شاء الله نشوفوا ردة الفعل ديال المهمه ان شاء الله ودي العمي غير باش تعرفوا شنو كاين في هذا المنبر بلا ما تضحكوا عليا انا في لي كومونتير غيجيو منه ما غيجيوش مني بلا ما تبقاو ديروا داك ما غادي يقولوا لا اشرف لي ديما كيجبد الصداع خوتي ما عارفين حمزه درويش يلا شنو دابا نداو يلا دابا بوكس انا وياك اوليدي فوق شويه وان شاء الله كنتمنى هذا المقلي بين الاعجاب ديالكم وانا اشرف راه خويا ما كاينش مشكل وين نجيك ايوا ان شاء الله الرحمن الرحيم حيت هما غيصدموا يقول ما يمكنش ما مستحيل هاد الجوج هادو وقع بيناتهم مشكل لانه بكل تيتفاهموا سبحان الله نقول لكم شنو كاين شنو معي الرحمه غادي عمرنا ما بغينا نقول لهم غير هو غادي نشوفوا كيفاش غادي نشوفوا يلا ليتس جو ما نطولوش على الناس يلا ليه مش فاضل؟ أدخل نعسات تخاف ما يجيبوهاش معاهم غيقولوا لا يخليك تيما لا خصها هذا هو المشكل مالك صار؟ لا ما كتهضر شينوية وكذا شي جنين تما يلا هاي هنا كتب يدك نتايا هي 24 ديال 900 غرام ياك وهنا كتب 14 ديال 14 ديال الكيلو حتى هي الكيلو نيت و دير ها هي 14 كاتبه بيدك وهذه هي 14 حتى هي الكيلو ميكس ياك هادشي حتى كتبه بيدك وهنا نص كيلو نص كيلو دير هنا 12 ها هي 12 السلام عليكم وهنا ديال الكركم تاعي 12 سبعة ديال بخير لاباس لاباس صحيح لاباس بخير السلام عليكم السلام ما بقى والو طلعتي شي حاجه جاوبتي تصوري عطيها هي
سير سير حل هاد الطوموبيل انت في الدواء طلع لك شي سنت احترام هو خاصك تضبط امورك وابرد مساله بيناتنا فاكتوره ماشي نجيب فاكتوره تدا شو دابا انت بغيتي دير لي رزقي نقول فاكتوره صح عليا ولا ما لا شوف بلاتي حمزه كاين جوج المسائل كاين دليل دابا انت صلت ليا كاين جوج المسائل كاين فاكتوره كاين بلاتي يا بابا اسمح لي شنو الناس عاد سكنوا في الدار وعندها جيجان والجوج جون تسد لي ما تدوش في الخوات دابا انا خليني غير نهضر في واحد الهضره تفضل اسمع انا بعدا المهم انا تحت كاين جوج المسائل عمي دخلت بابا جاي عمي تفرعك والله عمي فدوا سير مع فدوا سير مع فدوا ماما شافت الكاميرا والله حتى قالها لي بالحرام علاش غنتي وكانت تهز وتخبط نضرب البادر نضرب الاشرف نضرب عباد الله نضرب البادر حتى هو راه معنا في الخطه لا البادر قال لي ما كاين والو غير سيرو باك جاي وكيقول لي عليا بالحرام الا برانك بالحرام دابا كتهضر معاه ايوا اللي قالت لي مصيبه اش قالت لي قالت لي كي تهيا ماما وحضيه دمو التماثيل وقلت لها دوزهم لي وهذا كمل عليا علاش عيطتي لهذا وما عيطتيليش انا؟ هذا كمل عليا شنو ماشي هذه الانانيه علاش عيطتي له وانا ما عيطتيليش؟ دابا خليني نكمل عليا الجمله ديالها عيطت للمدار مدار الجار هو اللي عيط له انت ولدي غادي تجي للدار بارك من هادشي ديالك بارك من هادشي ديالك ولكن هذا مدار هذا ساكت انت كتغبل علاش ما عيطتيليش انا؟ بعدو منها بعدو واحد جوج ثلاثة أول برانك كي جاكم البرانك كي جاكم البرانك قف الطاصيل توقف صارتي هادشي خاطر دابا هادشي كله هذا هو دليل 27 دابا هادشي كله الله اكبر هذا هذا مولا فرق القرآن سيدا كوا والله يا عمي كانت أصبحت إن شاء الله حتى ما يدخل عليكم صحيح عام سلامة اللي يبقى في الشرا عارفة كلمتي اللي يبقى في الشرا وهذا اللي جابه وهذا اللي دخلوا صراحة أشرف وقف معايا إن شاء الله يا ربي يا ربي خديتو سيدي بلاتي كمل يا بابا انا جاي عندك انت الفكره هذه مفاجاه ما كنتش منتظر هذه انه واخا ملي تنبغيو نديرو شي حفله تناخذو الصقيبات بروحي نورمال ولكن باش يدخل حاودي بكرونو هذا ان شاء الله يدخل عاود السلام عليكم ان شاء الله ان شاء الله يا رب بغينا نديروا لها بواحد الطريقه اللي بغينا نجيبوكم بواحد بشي طريقه اللي ما تعيطوا بوالو وفريمون ماما والله الا سمح لنا ولكن ما عندناش شي طريقه اللي نقدروا نجيبوك بها والله ما تجيو عارفين والله ما تجيو هذا المشكل هو خاصنا نذبحوه غدا في الصباح لانه حنا معروضين في العشيه
واسمح لينا والله حتى غلطنا غلطنا والله حتى غلطنا حتى هو درنا له برينك حتى حمزه صدمناه حتى خالتي عيشه لا عرفتي شنو وقف معنا حتى مسكين السيد مصطفى الكونسييج قلنا له شوف ما بغينا يعيق حتى شي واحد وحطوا لنا في لاكاب راه هذا راه كاين معاك وانت ما صايخش خبار انا معاك سميتو سعد مسعود سعد مسعود واخا ماما سامح لنا في الفيديو الله يسامح لا مش الله يسامح الله يسامح صراحه خصكم قدام هذا المنبر زعما قدام هاد الناس هادو نيت في الفيديو نقول لكم شنو كاين انا وحمزه دايرين سيكوريتي في البروجي ديالي انا وياه بواحد الطريقه اللي هي خياليه اللي كنخليو كنعرفو نفرقو ما بين خدمه خدمه والصحبه صحبه يعني عمرك الحمد لله ربي ورضات الوالدين ما عمرو ما تكون شي حاجه غير هو دابا هذا البراند هذا درناه لك لانه الحل الوحيد اللي غنجيبوك به ولكن اخوتي صراحه بما مسكينه عيانه وكنت هي مريضه باينه في وجهها باينه والله الا باينه فرح ولكن هما العفاريت هذوما خلاوهم الله يحفظكم اللي عندهم انتم الله يخليها دابا اقول حمزه لاربعة لاربعة لا 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 النهار كله حنا تنتجار انا واشرف باش ما يسيق حتى شي واحد الخبار وقلت لحمزه غادي نمشي ندير برانك في اشرف وحنا كنتجاراو بزاف باش تعرفوا واحد القضيه هاد الحوليد داز علينا واحد الاستوار كبيره انا وصافي باش مشينا بس طوموبيل على واحد الصديق ديالي اقسم بالله العلي العظيم اللي عطاها ليا انا ما شفتش لا غاز ولا والو وتسالنا المازوط لا الخالي وسط الفيرمات خليت صافي وصليت على الطوموبيل مشيت درت اوتوستوب مشيت جبت الغازوال رجعت هزيت الطوموبيل يا ربي ما يسمعنيش في هذا الفيديو كيف ديماريت لها شافت خليت بحفره جات واحد يعني الحنايج ما كاين حتى حاجه من داك الشيء هاد مسعود هاد مسعود هو اللي دار لينا هذا هو اللي عطلكم هذا هو اللي عطلنا ولكن الحمد لله رب العالمين ويكون في العلم ديال الاخت ديالك راه مخبار الفيلم ايمان هي اللي مولات الفكره في خبارك ما كنت نشري لا حولي لا والو قالت لي مالك على الصقيطه شري حولي بقرونو وديري الكماله قلت لها هي اللي ما تعودش وهذا دليل على ساره تبارك الله فرحات الوالدين الله يحفظها وشكرا جزيلا يا ربي امين وكنتمنى على الله سبحانه وتعالى لكم ينال الاعجاب ديالكم ودائما غادي نقول لكم خليكم معنا ان شاء الله في الفيديو اللي غادي يكون فيه 27 غيكون خطير وفريمون طوب بزاف وتبارك الله عليكم الله يخطيكم ولكن اخوتي ما نقول لكمش باي باي غادي تحضروا الذبيحه ان شاء الله وداك الساعه ان شاء الله نقول لكم باي باي يلا اخوتي الحباب باي باي وخلي لكم حتى الذبيحه ان شاء الله الرجوله كي جاتك الطنابين مستلاش عايزي تشوف طنبيلة واحدة أخرى هاي طنبيلة واحدة أخرى كي جيتك دخلت هيك والله هاد المناسبة تنجمع خوتي وحبايبي في ليلة القدر إن شاء الله بإذن الله ما زويناش هاد المفاجأة دابا تنتسناو فائزة لا
يلاه عفيسه جايه مونريال باركوم سعود. هادشي كنفرح ولكن اصلا عمرك تبقيت عندي ماما انا كتبي عليا ماما لا اختي راه مغيضة والله الله يجعلها تسمح لينا مسكين ان الله بغيت انا في هذا رمضان يكمل لي بشي مصيبه الا ماما ما عارفه والو هادشي بصح واقع كيعيطوا لنا ويقولوا لنا هادشي قولي لي يا اختي قولي لي غادي نموت انا بغيت نصحى لا انا بنموت هادو مالهم جايين مصدومين اجي شنو هو صحيح ولا لا؟ كان لاكان في الطلبين شفتي كلهم كريريا مبارك عاتي مسكينه قالت لي الله يدخل عليك صحه تنقول لها اسمع شرينا شرا الدار وتتشوفي في لي طرافو هذا ودار واخا دارت تبارك الله فيها والو كتقول لي خاصني واحد الحاجه نشريها اللي حسن ليا من الكبار حسن ليا من خاطري واحد الحيط وبزاف د الحوايج باغا ديرو الله يجيب الرزق ان شاء الله يا ربي ودابا كان شي دور هذا الشيء غادي ندير الملاعب بانك اجي 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 له هنا الطوموبيله ديال الناس اجي لهنا صدقت مصيبه ما كاينه اش طوموبيله ان شاء الله تحاولي ديال ليلى حسب الله ممكن يا ربي يا ربي نتمنى الخير يا ربي يا ربي ما دارش جيني هذا اللي زعما كنت ندير بلاصيا في الاخر ديال الدنيا اجي فيزا مع ربعه ديالي باش نحاول نبقى ندوز مع حمزه والله ما عارفينش والو يلا 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 ونخليكم اخوتي في تخبعي ان شاء الله باي باي